احنا كجزائريين مطالبين اولا بالافتخار بهذه البلد، بهذه القاره. نحن تجاوزنا الجزائر القاره، رانا في مرحله الجزائر الكوكب. اللي بعد على الزازا يسحب روحه رقبه والحديد قياس. حنا نقولوا داير النيه في الهبال، رجعت حليمه طبيعه القديمه، هذا هو. ماقدرش بالعقل يا اخي العزيز، بالعقل، وكل مشاكل تاعنا لها حلول، لا تخف. يقال ان الرجوع للاصل فضيله. السلام عليكم. حد الان انا نتكلم فيكم في 22 مشبوه موقوفون وقي القبض عليهم بمساعده مواطنين شرفاء احرار، منهم 11 في تيزي وزو، 2 في جيجل، 1 في عين دفله، 3 في المديه، و4 في عنابه. وانا ماشيين تحريات مستمره، ونجيبوا ان شاء الله، ان شاء الله العداله تقوم بالواجب تاعها، انا متاكد منه.